كلمتين على ارتجاع المريء او الكبد الدهني، ايه علاقه الاثنين ببعضيهم؟ الاثنين بيكون فيهم عامل مشترك، المريض اللي عنده سمنه او المريض اللي عنده عادات غذائيه خاطئه. دايما المريض اللي بياكل بالليل او بياكل متاخر او بياكل ونام على طول هتحس ان هو عنده ارتجاع مريء، واعراض ارتجاع المريء ما بتخفش عنده بسهوله. عشان كده برضه مريض الكبد الدهني اللي هو بياكل دايما اخر اليوم، احنا طبعا متفق عليه ان دايما الجسم بيميل للتخزين بعد الساعه مثلا 4 5 مساء، فالجسم نظام الحرق بيتوقف نوعا ما، فما يكونش فيه حرق. المرضى يقول لك انا باكل وجبه واحده بس طول اليوم، هي وجبه واحده فقط اللي باكلها اخر اليوم، ومع ذلك وزني بيزيد وعندي كبد دهني. بنقول له ان سيادتك بتاكل الوجبه دي في اوقات ما يكونش فيها حرق في الجسم، وبالتالي وزنك بيزيد او بيحصل فيه اعراض الكبد الدهني ويتراكم الاكل او الاكل في صوره دهون على الكبد. بقول للمريض ده رقم واحد، ما تاكلش بالليل اطلاقا، فضي بطنك على قد ما تقدر، دايما وجبتك الرئيسيه تكون بالنهار مش بالليل. لما تجوع او بتهبط ولا حاجه، لو انت بتسهر تاكل فاكهه او حاجه خفيفه بحيث فضي بطنك على قد ما تقدر بالليل، هتلاقي اعراض الارتجاع المريء خفت من عندك تمام بسرعه، وهتلاقي برضه وزنك بدا ينزل، وهتلاقي الكبد الدهني بدا يخف من عندك، لان هو ده الارتجاع، وده او هو ده العلاج بتاعنا. لا، ده بنسميه تغيير نمط حياة المريض. يبقى أي مريض عنده كبد دهني أو عنده سمنة أو عنده أعراض ارتجاع المريء اللي هي خاصة المزمنة أو العنيدة، بقول له بعد إذنك لازم تغير نمط حياتك، وما تاكلش بالليل إطلاقا علشان خاطر الأعراض ما تزيدش عندك. ده في ملخص أو مختصر سريع لتغيير نمط حياة المريض اللي عنده ارتجاع مريء أو عنده كبد دهني. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.